كان عندنا طفل انا والزوجه ديالي، الام الزوجه ديالي كتخدم في لافارماسي مده طويله. من بعد كان عندنا واحد الطفل صغير تزاد في شهر 1/2023، داك الدري زيد دوز 3 شهور ديال المده ديال الرضاعه. من بعد عطينا السيده، ما كانش عندنا علم عليها بلان، ما عندهاش ترخيصيه، عندها اطفال، كثره الاطفال، وتمنينا باش تحضن داك الدري في ظروف جيده، ولكن بقينا غاديين معاها مده على يعني شهر بعد شهر. ما كناش كنفكروا لان يعني غتوصل لهذه الدرجه هذه. من بعد حتى الزوجه ديالي بالحد ان شاء الله الحد كان عندها بيرمونونس في لافارماسي، في 9 الصباح هزينا الدري في حاله صحيه جيده. دائما كنركبوا معايا في السياره ديالي، كنضحك انا وياه، خارجين كنضحك انا وياه. حنا عندنا علم بلان الدري راه ما عنده حتى شي حاجه، وخرجنا معاه وما عنده حتى حاجه. عطيناه ليا في 9 الصباح. فاذا بات السيده هذه استقبلتنا، خدات الدري من عندنا انا والام ديالو، حطيت الام ديالو في لافارماسي، رجعت بحالي. في 6 وتولوت اتصلت بها الام ديال الدري، الام هي الزوجه ديالي، اتصلت بها قالت لها كي داير الحاله، كدايما كتقص عليك كي داير الحاله ديال الدري، كتقول لها راه كيلعب مع الدراري، ما كاين حتى مشكل، راه كيلعب مع الدراري. في 28 حتى تمات جايبه الدري، هو ميت. كانت فيا لاكارت، كنخدم نهار كله، خليتو ليها نهار كله، ديتو في 9 الصباح، يعني فاق عادي، فاق لقاني حدا بدا كيضحك، جا عندي هزيتو، بقيت كنلعب معاه، بدلت ليه، ديتو فطرتو فطر عادي بحال ديما. من بعد بدلت ليه حوايجو، خرجنا دينا غادي كيلعب كيضحك عادي، بغا يهبط كيدير البابا باي باي كيضحك معاه باسو. فاش عطيتو ليه عاوتاني بقى كيشوف فيا وكيضحك. هي هذيك مره مره كنتصل بها كنسول عليه، كنقول اش اخبار ايوب، واش ناعس، واش فايق، شنو كيدير، كيف ديما عادي، ديما كنبقى نسول عليه. هي هذيك في العشيه، من بعد 3:30 فاش رجعت في العشيه كندور ليها ما كتجاوبنيش، شي 5 ديال المرات ما كتجاوبنيش. قلت غير مع راسي كنقول واش هذه خارجه، ما يمكنش لما خلات الدري. هي هذيك 6:30 دورت ليها جاوباتني، قلت لها شنو كيدير ايوب، قالت لي هو كيلعب مع الدراري. 8:30 جابتو ليا ميت، انا شفتو عرفتو ميت، حيت الحاله فاش جابتو ليا كانوا شنيفو زورق ووجهه صفر، يعني هذيك يعني ماشي ميت غير هذيك الساعه، وهي قريبه ليا بزاف. الانسان فاش عاد كيموت كيكون باقي في لونه، هو جابتو لونه مبدل، وجهه صفر، شنيفو زورق، شفتو، قالت لي شدي دير مرت مال ايوب راه سخف ليا. شديتو هكا قلت لها شمن سخفان، قلت لها واقيلا راه ميت، ومع ذلك ما بغيتش نقتنع بان راه ميت. عيطت راجلي، هي هذيك هو تيقول لي ردي ليها، تيقول لها راه ميت، شدي عندك للجيبه انا تنطلب فيه. قلت لي عافاك غير نديو على الاقل اللي يكون مغيب ولا هذا. هي هذيك فاش دينا للعيشه قالت لنا الطبيبه بان الدري راه ميت. صافي هي هذيك فاش جاو الجندان قالت لهم راه كان كيتقيا ليا وسخف، هي عند بالها راه جايبه ليا ميت، ولكن هي مجابته تقراوها اشنو دير، حيت ما عندها لا رخصه لا حتى شي حاجه. هي هذيك من بعدها قالت لنا الطبيبه بان راه ميت، صافي انا تصدمت، بقى لحد الان مصدومه ما مصدقاش. دابا الحاله النفسيه ديالتي الان والله راجلي الله اللي كيعلم بها، الله ياخذ فيها الحق. ما بالينا حتى شي حق، اي حاجه درناها كتحفظ بلا ما نعرفوا السبب اشنو، ما عيطوا لينا، ما داروا لينا لا جلسه لا حتى شي حاجه، ما قدمونا ما والو. وهي من بعد انا صدقتها بان قالت لي راه كان كيتقيم مع الصدمه، وهذه صدقتها، ولكن من بعد ولاو الناس كيجيو عندي كيقولوا لي راه كانت خارجه وما مخرجاش، وانا بعيني شفتها في واحد لا فيديو ديال واحد المحل،
كانت خارجه ومركبه غير بنتها دايراها في دارها وما كاينش معاهم، وشافوها الناس في جوج ديال الزنقات، شافوها مره بجلابه بالغوص وعاود ثاني مره في جلابه بالكحل، وهي في جابت لي الدري. انا كنظن على ما تخيلت يعني لقاتو ميت، حيت جيبها لي في اللبسه فاش شفتها جايه هازه. انا بعدا في بلاصتها كون سخف لي دري غير سخف، مشيت يموت غنخرج ببيجامتي، هي جايه بجلابتها مقاده مصوبه ليحة الدري على كتفها ومغطيها من حتى شي حاجه، وكتقول لي راه سخفان، والناس شافوه قبل ما توصلوا ليا وعرفوه بانها راه ميت. وكتقول بلا انه واقعي، انا ربطت بيا الاتصال الزوجه ديالي قالت لك خصي تم الحضور ديالك دابا، الدري ما عرفت مالو راه مغيب ولا منا. جيت لقيت الدري ميت. في هذه الحاله هذه كنقول للدري، كنقول لها دي الدري علاش جايبه عليا ميت؟ كتقول لي ما نعرفاش المشكلة، راه جايبه راه ما عارفش شنو كاين، ما عليناش. هزيتو الام ديالو كتقول لي يا ودي عافاك نديو الدري المستوصف. هزيتو بالسيارة ديالي ديتو المستوصف، هو ميت. من بعد ملي ديتو المستوصف ديال لاله عائشة شداتو من عندي الطبيبة، دخلاتو ليزيرجونس، شافتو قالت لي الدري راه متوفي. الشرطة يعني الشرطة جات لعندي قالت لي كيفاش الحالة، قلت لهم الدري راه جابتو ليا ميت، ما عليناش. شكون هي السيدة؟ خديجة. ما عليناش، هي تبعاتنا. جا كيفاش الدري مات؟ قالت لهم راه كيتقيا. هو ما كانش لا مقيا، هو كانت عنده حاله في الفم ديالو ولا في الايدي ديالو زورق، يعني الوفاه ديالو ماشي في ديك اللحظه، يعني راه متوفي من قبل. خداو المعلومات من عندي، والسيده ما عندهاش ترخيص، والناس كيجيبوا لها الوليدات، يعني ما كان عندنا الشك فيها بلا ان غادي توصل لهاد الدرجه. ملي هزات الدري من دارها وجايباه ميت حتى لعندنا لا فارماسي، حتى لا فارماسي انا حرت في هذا المشكل هذا. جاو الجدرميه خداو المعلومات من عندي، كنتسنى، عييت ما نتسنى لوطوبسي. طلعت لوطوبسي لامورك، الجدرميه عطاوني بعداك الورق من السيد الوكيل العام، وهزيت دوك الورق ومشيت خديت الدري من لاله عائشه، هزيتو بيديا. جات لومبيلونس هزيتو بيديا، ديتو بيديا لوطوبسي، شرحوا في البلاصه، يعني عطاو. جات واحد الطبيبه قالت لك اش كيشرب هاد الدري؟ قلت لها ما عنده والو، كان في صحه جيده، يعني نزله ديال البرد راه ماشي مشكل، ولكن راه في صحه جيده. الدري كيضحك، ما عنده حتى حاجه، ما عنده حتى شي عاهه، وما عنده حتى شي مرض مزمن، حتى شي حاجه ما كاينه منه. من بعد سلموني الدري، بضع ساعات سلموني الدري، ديتو تدفن. كنتسنى في لوطوبسي شهرين، وانا كنتسنى في لوطوبسي شهرين باش يعطوني الاجراءات ديالي باش نعرف اشنو باش توفى الدري، ما عطاونيش. كنتسنى الملف من المحكمه ديال الاستئناف، والو. درت شكايه ديال اهمال، بقيت كنتسنى المآل ديالها، والو. حالو على المحكمة الابتدائية، من المحكمة الابتدائية كنطالبهم كيفاش هذا الموضوع هذا، يعني باش ندير تذكير، ما درتوش، خليت التذكير، قلت تيخرج اشنو المشكل في الشكاية. حفظوا حتى الشكاية، التحفيظ بان في الاستئناف بالنسبة للوطوبسي، وما شتش اللوطوبسي وما كاينش اللوطوبسي. عييت. بالنسبة للمحكمة ديال الابتدائي ديال تمارة حتى هما حفظوا، ولما قالت الشكاية ما عرفش إلى يومنا هذا. دابا المطلوب من السادات الكرام، وكان طالب صاحب جلالة الملك والسيد الحموشي الله يجازيكم بخير، الله يطولنا في عمر سيدنا، باش تاخذوا الإجراءات اللازمة في حق هذه السيدة، ويعطونا تفسير في الوفاة ديال هذا الطفل الرضيع. ما عرفناش لحد الآن، ابواب جميع الابواب تقفلوا في وجهنا، الله يجازيكم بخير. وكنطالب من المسؤولين ومن السيد رئيس النيابه العامه
أن يتخذ قرار في هذا الموضوع. الله يجازيكم بخير والله يطولنا في عمركم. بالنسبة للسيد مول الحلوة المسمى حلوية الباشا، يعني مشينا لعندو، الزوجة ديالي شاهدت الفيديو وراه ليها، عاود قالتها ليا، قالت لك يلا تمشيو نشوفوا السيد عنده فيديو. مشينا انا وياها شفنا الفيديو فعلا، قلت لي الله يجازيك بخير الله يجازيك بخير، غادي تكرافي ليا انا نعطيك الفلوس كرافي ليا السي دي باش ما يمشيش، الله يجازيك بخير. قال لي كون هاني كون هاني في حفظ الله، غير انت خصك دير اجراءات قانونيه، ما غنعطيه حتى شي واحد هذا الفيديو حتى يجي عندي القانون بحق يعني بقوه القانون غنعطيه، يعني الا ما كانش القانون راه ما غنعطيه حتى شي واحد. قلت لي والله يجازيك بخير هاك الفلوس ما بغاش يشدو من عندي. قال لي صافي غنكرافيه ماشي مشكل. مشينا بحالنا كنتسناو القانون الاجراء باش يجي للمحكمه باش يعطيو تعليمات، هو كاين الشكايه وداخل فيها هو كشاهد، يعني داخل فيها باش يعطي اخوي يعني هذاك الديفير ديالو باش يعطيه لهم، يعني في الاخر في الاشهاد من جال يعني الجدارميه هذاك البي في هذاك المحضر، خرجوا عنده الجدارميه استمعوا ليه، ملي استمعوا ليه قال لهم الديفير راه عطيته الاخ ديالي في الواتساب. لا يعقل. ملي هضروا معاه قال لهم مشى ليا هذه مده ديال 15 يوم. قالك تعطلتو وانا كنتسنى، هو كيقول لك خصك القانون باش نعطي انا هذاك الفيديو، ما يمكنش نعطيه لحتى شي حد الا وللقانون المسؤوليه هذه. قلت لي واخا الله يكثر خيرك. من بعد رفض كل شيء لان الديفير كل شيء تمحى ليه. كنطالب المسؤولين الله يجازيكم بخير بلينا يشوفوا الديفير باش يخويوه ويعرفوا المشكل، ويعني هذا الفيديو باش الناس او لا المسؤولين يشاهدوه. الله يجازيكم بخير. كانت بلا ان السيده كتسارى في الجوطيه يعني في السوق نموذج تما في السوق كتسارى، والابنه ديالها فوق ظهرها شتا بعينيه، والله هو اللي كيعلم والله هو شاهد على كل شيء. انا والزوجه ديالي بينو الزوجه ديالي، وعاد جيت لعندو انا وتقديت من عندو الحلوه. الا كانوا غيشوفوني يخوو الدفائر وغيشوفوني واقف عندو وكنهضر انا وياه، بلان هاد السيد وطالبت منه قلت ليه هاك الفلوس وخديت من عندو الحلوه، قلت ليه هاك الفلوس الله يجازيك بخير وكرافي لي هاد الفيديو الله يجازيك بخير. قال لي سير كون هاني. فاذا به في الاواخر تم الاشهاد ديالو عن طريق يعني اش نقول، ما غاديش نقدر نقول لان المسؤولين هما كيعرفوا شغلهم، خصهم يهزوا داك الديفائر يخويو كما كيقولوا، هو قال كيهزوا المسؤولين يخويو داك الديفائر ويشوفوا اشنو كاين، ما كاينش هذا الشيء. هذا في نهايه المطاف استمعوا لهم، وهي كتقول لهم بلا ان هاد السيده هذه ما كتخلصنيش، هي كتخلصها كل شهر، وكد كنديروا داك الشيء اللي قسم الله على ما علمنا الله، كنشريو لها الحويجات لوليداتها، ما كنديروا داك الشيء لله في سبيل الله حنا ما كان. وهي ولات كتقول لك المقابل بلا انها كتعطيها الدواء، هي ما كتعطيهاش مال الفارماسيان ديالها، ما كاينش الفارماسيان ديالها، هي كتخلصها شهريا كتعطيها 400 درهم حيت عندها نص نهار في السيمانه، الا الحد عندنا نهار كامل ونص نهار في السيمانه. كتخدم المراه هاد السيمانه بحال هكا كتخدم من 9 ل 3، السيمانه الاخرى كتخدم من 3 ل 9 وكتقاضى الاجر ديالها، والله اللي كيخلص كل واحد. انا كنقول هذا الكلام كنوجهه للناس المسؤولين باش يتخذوا الاجراءات اللازمه في حق هاد الناس، لان هذا راه ماشي راه ولد توفى. كنبغينا نعرفوا المآل ديال هاد النزيله، بغينا نعرفوا علاش هاد الدري هذا توفى في ظروف غامضه. الدري صحيح ما عنده حتى شي عاهه، ما عنده حتى شي مرض مزمن. راه هي كاينه في الوطن، كاين في عين ياك في حي الامارات، في دارها في دارها في الدار ديالها بدون ترخيص. حنا لا علم لنا لا بان عندها يعني بدون ترخيص في حي الامارات في سخيرات، وجاو الجدارميه عندها وما كاين لا رخصه لا والو، ما عندها لا ترخيص لا والو.
حنا نتفاجئنا في هذه المشاكل هذه، تفاجئنا يعني فاجعه كبيره خايبه بزاف. الانسان من يكون ولده صغير يعني وخارج كيضحك معاه كيبسط معاه كنضحكوا انا وياه، يعني راه ربي اللي كيعلم. فاذا به ماشي نقولوا فاذا به في العشيه تفاجئنا بالموت ديالو، صعيب الحال، صعيب الحال، ما كيتقبلهاش العقل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.